بتنجان حلقات او مدور او شرايح كولدن بلو. بتنجان شرايح ولحمه مفرومه، ملح وفلفل، بهارات، دقيق، بيض ولبن، بقسماط جبنه شيدر وزيت. احنا هنعمله بقى بطريقه حلوه، هنعمله بطريقه حلوه وجميله. الاول نعصج اللحمه، نشوف اللحمه بتاعتنا كده. ادي شويه بصل، انا شايف ان البهارات بتاعتها قليله قوي، بخلانين عليها شويه، مش مشكله. شويه كزبره خضراء، شويه روزماري اهو، ادي قرن فلفل حراق، مكعب مرق، بهارات، ملح وفلفل، نلفهم مع بعضيهم. انا عامهم قوي. بعد كده انزل باللحمه بتاعتي. بقول لك كده، صلى على النبي. تيجي بقى هنا على البتنجان بتاعنا، نشوف بقى هنعمل ايه. واحد، واحدة فاضية وواحدة مليانة. ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة. طيب كده احنا حلوين قوي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، أدي عشرة. عايزين 13 قطعة، 13 قطعة. ماشي، نعمل دول كده بس الأول كده أهو. حبة ملح نحطهم كده هنا الأول عشان يعرقوا مع بعضيهم. نيجي بقى هنا نعمل كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر. طيب عندي طاسة على النار شغالة، معايا يا باشا مش هحط زيت ولا حاجة،
نديها ندع زيت عشان المخرج ما زعلش. وتصلي على الحبيب يا باشا. وكده بنعمل ايه؟ الكولدن بلو بنحشيه بالجبنه واللحمه اهو. سهل قوي يعني حضراتكم. يعني مفيش حاجه عندنا في المطبخ عويصه اهي. سندوتش كده. بطبع عليهم كده. كده بطبعهم مع بعض. عندي بقى كده الدقيق والبقسماط واللبن وادي الشاي. صلى على الحبيب. هي عايزه يعني ضغط شويه في الشغل عشان كله يتجانس مع بعضه. لازم كلها تتغرق في اللبراي. بعد كده يا باشا نحطها في الفريزر 10 دقايق. ليه بقى في الفريزر؟ يعني يبقى زيادة اطمئنان، مفيش حاجة تفك مني، وهي كده 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 مفيش حاجة تفك ان شاء الله. معايا يا باشا ده الايج بلان او الكولدن بلو او الترابات تاتو اللي انت عايزه. وتصلي على الحبيب يا باشا. قال ايه؟ جاي الزمان يداوينا. من ايه؟ جاي الزمان ترازينا. صلى على النبي.